طبابة ألف. ألف العيادة المسموعة. طبابة ألف. للتواصل على الرقم المجاني 02-616-1100. الخط الساخن 700-57-499. لإرسال رسالة SMS STC 847700 موبايلي 640660 زين 746262. بسم الله الرحمن الرحيم. صبحكم الله بكل الخير. صباح مميز لكل مستمعينا المميزين مستمعين موجتنا السعودية ألف ألف أف أم. أنا ميلا العبدالله جد التواصل معكم على مدى الساعة كاملة ابتداء من الآن مع طبابة ألف اللي بيحمل في طياته العديد والكثير من المواضيع الطبية وأيضا الاجتماعية النفسية الأسرية وهم بعد التربوية. يحبون طبابة ألف حابين تسمعونا مرة ثانية، حابين تسمعون أيضا حلقة فاتتكم من قبل، ما عليكم إلا أنكم تدشون على اليوتيوب تحطون إذاعة مو إذاعة تحطون طبابة ألف وإن شاء الله رح تطلع لكم كل الحلقات. أيضا أنا بانتظار أني أسمع مشاركاتكم مع عبر خدمة سمعني 1401. مثل ما تعودنا من طبابة ألف وكل أحد بيكون معانا موضوع مميز. اليوم موضوعنا رح يكون عن علاج الخوف من عيادة الأسنان. لطيف، إذا كنتم بتخافون فعلا من أنكم تزورون عيادة الأسنان لا تحتون. اليوم رح يكون معنا الدكتور إياد الجراح الحائز على إجازة دكتور في طب وتجميل الأسنان والمدير الطبي لعيادة إبلة، ورح يعطينا الكثير من المعلومات اللي رح تشيل عنكم إن شاء الله هذه الفوبيا أو هذه المخاوف. صبحك الله بالخير الدكتور إياد، حياك الله معنا من جديد بطبابة ألف. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكثير بيخافون من عيادات الأسنان. الحمد لله أنا مو بخاف، ما خاف لأني ما قد زرت للتنظيف أسنان، ماكو حشوات، لكن الناس اللي بتخاف دكتور إياد ليش بيخافون من عيادات الأسنان بالذات الأطفال الصغار؟ يعني يمكن بيعانون منهم الأهالي إنهم عشان يأخذونهم معاهم لزيارة طبيب الأسنان. هلا أول شيء بدنا نحدد سبب الخوف هو الألم. غالبا 90% أكيد من الحالات سبب الخوف هو الخوف من الألم. الخوف من الألم للدكتور نفسه ولا من الإبرة البنج؟ لا، الخوف من المريض إنه يتألم على كرسي الأسنان بشكل عام. يعتبر ألم الأسنان ثاني أقوى ألم موجود في الجسم. أكيد. ألم الكلاوي رقم واحد. رقم اثنين ألم الأسنان أو ألم العصب. فالألم هو الشيء البعبع اللي بيخاف منه أي إنسان بشكل عام، زائد أنه الخوف من المجهول. يعني كثير من الأحيان عدم الثقافة ودخول لعيادة الأسنان، كراسي الأسنان بشكل عام، يعني الأجهزة الموجودة هناك المريض بيخاف منها بشكل عام. هلأ بدنا نحدد أول شيء شو الأسباب اللي خلت المريض يوصل لمرحلة الخوف. تمام. الخوف ناتج عن تاريخ سيء، مريض عانى منه يوما ما، ممكن راح راح, راح راح لعيادة أسنان. نعم. عالج أسنانه فعانى من الألم فأدى إلى ظهور هذا النوع من الخوف. نعم. أو شاف أحد من أقربائه. تمام، مثل ما قلتي. أو الأب والأم عطاء امبريشن سيء للمريض بحيث أنه قاله بابا بدي روح معك، أنا رايح عند دكتور الأسنان، دكتور الأسنان بيوجع، فبيعطي بيزرع بالطفل خوف من عيادة الأسنان، أنه عيادة الأسنان شيء مخيف جدا. صحيح. تمام. زائد أنه في ناس عندهم فوبيا من كلمة الألم. أي مكان فيه ألم بيقول لك بيخاف منها فورا بغض النظر شو هو، شو أي شيء. نعم، أساسا يعني بالنادر ما بنلاقي أشخاص ما بيخافون من عيادات الأسنان إنهم يتوجهوا لها. دكتور يعني بشكل عام هلأ بترجع لطبيعة الشعوب. في نحن عنا نوع من الشعب، الشعوب العربية بشكل عام هي قريبة من بحر حوض البحر الأبيض المتوسط. فهدول الشعوب تعتبر لديها ما يدعى بتناذر البحر الأبيض المتوسط، هي شعوب حساسة. يعني بشكل عام بمجرد لمسة بسيطة بتحسي الألم عندهم. نعم. طالع، عشان كده احنا شعوب عاطفيين نتروها لبعد. أكيد أكيد. طيب، يمكن كثير اللي بيسمعونا دكتور إياد بيقولون يعني بيتوقعون إن مثلا ما في علاج للفوبيا أو الخوف من عيادة الأسنان، لكن هل فعلا في طرق لعلاج إن الشخص ممكن يتبعها ويزيل عنه هذا الإحساس أو هذا الشعور؟
أكيد أكيد إن شاء الله في، بس أهم شيء هي الشخص نفسه أنه يكون يأهل نفسيته لهذا الموضوع. أولا أنه ما في شخص في الدنيا ما يحتاج لعيادة أسنان يوم ما، وبالتالي نحن لازم نعود نفسنا على وضع أنه حندخل هذه العيادة يوم ما شئنا أم أبينا. فلذلك لازم نهيئ نفسيتنا على هذا الموضوع. لما بنعرف أنه طب الأسنان الحديث لا يوجد به ألم، معناتها الحاجز الكبير أو الفوبيا الكبيرة اللي بيخاف منها مريض الأسنان تعتبر اختفت، اللي هي الألم. بس يقتنع المريض بهذا الموضوع، بالتالي جدار الخوف المهول حيختفي. نعم تمام. فهلا في عدة أمور حتى نقدر نوصل لهذا الشيء، شو اسمه، علينا نتبعها. تمام. رقم واحد، أول شيء الثقافة، المريض عليه إنه يقرأ ويتثقف، ممكن عن طريق النت، ممكن عن طريق المجلات، ممكن عن طريق في عالم طب الأسنان الحديث عن التكنولوجيا الحديثة اللي وصلها طب الأسنان، وبالتالي بيوصل للنتيجة إنه الألم صار شيء معدوم في عيادة الأسنان. حل. الاهتمام بشكل مباشر في الأسنان والعناية الفموية واليومية للأسنان بيساعد على تخفيف من نسبة المشاكل السنية، وبالتالي عدم ظهور الألم. حل. وبالتالي ما بيحتاج المريض أنه يراجع الأسنان، يراجع عيادة الأسنان بشكل كتير مكثف. في ملاحظة، الألم بشكل عام لما بيجي للمريض كتير من الأحيان المريض بسبب خوفه بيتهامل عليه، بيكون ألم بسيط. بعد أيام بتلاقي الألم تكرر على ألم الأسنان، بعد أيام بتكرر أكتر، بعد أيام بتكرر أكتر، حتى يوصل لمرحلة بيصير فيه الألم حاد، ألم حاد جدا، ممكن ما ينيمه طول الليل. هون ساعتها لما بيجي لعيادة الأسنان طبعا الدكتور ما حيقدر يساوي له العلاج اللي هو يريحه، وبالتالي حنضطر نعتمد على المسكنات، وبالتالي بياخد الفكرة السيئة عن أنه عيادة الأسنان فيها عيادة ألم. لو المريض من بداية الموضوع عالج الألم اللي موجود عنده، ما بيحتاج الموضوع أكثر من ثواني، يعني بيقول لك درهم وقاية خير من قنطار علاج. نعم. هلا لما بيجي المريض بده يروح لعيادة الأسنان، أنا بنصح دائما إنه المريض يتعرف على عيادة الأسنان. أنا بنصح المريض دائما يتعرف على عيادة الأسنان قبل ما يصير عنده أي مشكلة، حتى حاجز المجهول بالنسبة له يختفي، لأنه المجهول شيء مخيف بالنسبة للإنسان. أكثر شيء مخيف للإنسان هو المجهول. في عالم الطب النفسي، عالم الطب النفسي أكثر شيء يخيف الإنسان هو المجهول والموت. صحيح. تمام. فبالتالي المجهول رقم واحد، خوف الإنسان من المجهول هو اللي بيخلق الخوف عند الشخص. تمام. لذلك أنا بنصح دائما إنه المريض يزور عيادة الأسنان هو بحالته السليمة الصحية، مع أحد من أفراد عيلته، مع أي شخص مقرب له، حتى لو سوى تشيك أب عادي، لو ما في أحد ممكن يروح يساوي كشف تشيك أب عادي لأسنانه، هو ما عنده آلام، وبالتالي هيكسر حاجز الخوف الموجود عنده. بالذات التروالي بعد الصغار اللي بيخافون، ممكن أهليهم يأخذونهم بس زيارة. أكيد أكيد. طبعا هون بدي أحكي كمان في الأبوين السلبيين والأبوين الإيجابيين. الأبوين السلبيين هن اللي بيزرعوا الخوف في الأطفال، بيكونون هم خوافين في الأساس. أي بيزرعوا الخوف، بيزرعوا الخوف في الأطفال. يعني مثلا في آباء، بعض الآباء بيعملوا عملية تخويف للطفل أو نوع من التربية للأطفال، بيقولوا له يا بابا أنا إذا ما أعادت عائل هأخذك عن دكتور الأسنان. فبيصير الطفل بينزرع عنده بالعقل الباطن أن دكتور الأسنان شيء مخيف. تمام. أنا رايح أخذ إبرة طويلة عند دكتور الأسنان. بالضبط. ما صراحة معلش دكتور إياد، يعني الإبرة بوحدها يعني بحد ذاتها لا تغيرونها ولا يشوفوا لهم طريقة تخوف. في طرق حديثة حاليا لتوصل لمرحلة بحس إنه شعور الإنسان بالإبرة، حتى شعوره بالإبرة ما في، مختفي، يعني حتى ألم الإبرة ما عاد فيه. تمام. بعدين أنا دائما بنصح المريض إنه يجي على العيادة إذا كان عنده فوبيا الخوف، جايب معه سماعات MP3، يسمع ميوزيك، يسمع قرآن، يسمع أي شيء يريحه نفسيا، بيساعد على أنه يخرجه من مود التخوف. زائد أنه بشكل عام 90% من المرضى ممكن يكسروا حاجز الخوف هي عن طريق التجربة الأولى، لما بيجلس على الكرسي. يعني لما بيتجرأ المريض وبيجلس على كرسي الأسنان وبيجرب انه ما في خوف، الحاجز 90% بينكسر. حلو. نسبة كبيرة يعني بتنكسر من الخوف. تمام. دائما بس هي دائما يعتمد يعني في الزيارة الاولى هو المقياس الاساسي، هو الانطباع الاول اللي بياخذه. هلا في كثير مرضى بيبنوا
اي انطباع من فيرست امبريشن اللقاء نعم. الاول نعم. تمام. فهذا هذا اللقاء هو اللي بيخلي المريض صحيح. يفكر انه عياده الاسنان مرعبه او عياده الاسنان مفيده. نعم. طيب كثير من المرضى احنا بنتكلم عن الخوف وعن فوبيا زيارة عيادة الأسنان. طب بس في كثير من المرضى دكتور إياد يعني مثلا بيكونون بيعانون من ألم بالأسنان لكن مجرد انهم ما يوصلون حق العيادة بيحسون ان الألم اختفى، صحيح الكلام هذا او هو بشكل عام ممكن يحدث بسبب الخوف بينتج عنده كمية من الأدرينالين العالية في الجسم فبيؤدي تقبض الأوعية الموجودة ونسبة الدم بتروح كلها للعضلات فبيصير عنده شعور انه هو بده يطلع من العيادة. الألم بموجود بالفم كله بيختفي بسبب الأدرينالين طيب بعض المرضى أيضا لأن ما شاء الله بدأت الرسالة توصلنا بعض المرضى بيقولون أن البنج ما بيأثر عليهم وأن الألم يعني بيظل عادي عندهم بيظلون يتألمون دائما في عيادات الأسنان، هل هذا صحيح أن البنج ما بيأثر أو مجرد حالة؟ هلا في بعض الناس طبعا الناس بترجع مثل ما قلنا لنوعيه طبيعه الشعوب الموجوده بالمنطقه زائد انه فتره المداخله للعلاج، لو كانت المداخله للعلاج في يعني مبكره يمكن البنج انه يعمل بشكل جيد، لما بيكون التهاب حاد غالبا 90% بيكون الالم لا يمكن يعني لا يستطيع الطبيب ان يلغي الالم بشكل كامل لما يكون في التهابات حاده. وبالتالي تأخر دخول المريض لعيادة الأسنان يساهم في زيادة مفعول الألم، وعدم تأخر المريض والمراجعة بشكل يعني وقت مبكر هو اللي بيساعد المريض على أنه يتجاوز مرحلة الألم ولا يشعر بالعمل أثناء العلاج. نعم. برجع بقول أنه في مثلا شعوب مثل الشعب الألماني هو الفايكينج مثل ما بيقولونهم. نعم. طبعا هدول الشعوب اللي عندهم قدرة على تحمل الألم بشكل كتير كبير. نعم. عكسنا نحن كعرب بشكل عام الألم عنا مباشرة يعني حساسين. نعم. طيب أيضا قدرت تعطينا كذا نصيحة دكتور إياد عن الطرق اللي بتنصح فيها المريض عشان يخفف الألم، طالما إحنا بنتكلم عن الألم قبل شوي، طريقة يعني بتنصح فيها المريض إنه بيخفف الألم قبل إنه ما يوصل العيادة، بالذات إذا كان عنده ألم ما بيقدر يتحمله، يعني مثلا في الليل وما في عيادة أسنان في الليل غالبا يعني نادر بنلاقي عيادات أسنان يعني على الساعة واحدة. هو دائما الأسنان تضرب بالليل دائما. ليش ايش السبب؟ السبب بشكل عام انه المريض لما بيصير بيكون عنده التهاب عصب. التهاب العصب هو عباره عن حجره مغلقه فيها حزمه من الاوعيه الدمويه، لما بيصير في احتقان بالعصب لما الانسان بيتسطح على السرير فبالتالي ضغط الدم بيتمدد على الجسم بشكل كامل. نعم. وبالتالي بيزيد الضغط على منطقة الأسنان. وبالتالي لما بيكون في عنده أصلا هو التهاب فالألم حينضرب ضرب 3 أو 4. نعم. وبالتالي حيحس بشعور الألم الشديد. بهذه اللحظة أنا بنصح المريض بشكل عام أنه يوقف يعني يقوم من نومه يتناول القرنفل، روح القرنفل يعني زيت القرنفل اللي ينباح له في الصيدليات. نعم. صغير كده هي عبارة عن قطنة بيجيبها وبيلكها بالزيت وبيحطها على منطقة الألم ويستنى من 5 إلى 10 دقائق حياخد نتيجة جدا رائعة. يعني زي مفعول البنج دكتور؟ بنج زائد مطهر زائد مضاد للالتهاب وبيسحب نسبة الحساسية من الأسنان. مرة ممتازة يعني لطفونا اللي جنب الصيدلية يوقف رح ياخذ له روح الكرومفل. طبعا هو طعمه حد شوي بس يعني بيتحمل الإنسان بقابل الألم. نعم. طيب قبل ما نبدأ بالمسجات وناخذ مشاركات مستمعينا ودت أيضا تعطينا نصيحة تقدمها للمرضى اللي بيعانون من الخوف وعندهم مشاكل بعد أسنانهم، يعني ما يبون بيستحملون الألم بس ما تروحون تاخذون القرنفل وتقعدون تحطونه ما تروحون للدكتور. طبعا نعم عندهم خوف من انهم يزورون الدكتور وبنفس الوقت عندهم مشاكل بأسنانهم. طيب انا هلا دائما احنا بننصح انه يساوي زياره لطبيب الاسنان بدون ما يشتغل اي شيء، ياخذ فكره عامه عن وضع العيادات الحديثه بطب الاسنان، ياخذ شرح مفصل من الطبيب، يحاول يراجع الانترنت على التطور تبع طب الاسنان الحديث. صحيح. دائما يراعي المشاكل الموجوده عنده، دائما يراجع ببدايات المشاكل ما يتاخر عليها حتى يكون عمليه العلاج بالنسبه له سهله. بنصح دائما المرضى يكسروا حاجز الخوف بانه الوهم تبع الخوف يختفي، يعني انه ما في خوف. يقول انا ما بخاف،
يقول هيك بالحرف الواحد يوقف على المراية يوقف على المراية يقول أنا ما بخاف من الأسنان أنا ما بخاف يكرر 10 مرات حلو. حيروح على عيادة الأسنان حيلاقي بنفسه طبعا ينتقي الطبيب الشاطر المناسب اللي يساعده على الموضوع. نعم وفكرة الإنترنت أنا كثير عجبتني دكتور إياد لأن بدأت لما يعني في شغلة مو حلوة بأسنانك وبتدخل على الإنترنت بتشوف شلون هي سايرة بعد ما صلحوها الشغلة هذه سواء تراكم في الأسنان في اللثة أو مشاكل في اللثة بتشوف تتشجع فعلا إنه أسنانك تبغى تصير زي كده زي لما قعدت أنت وريتنا الصور حالات الصور في جلسة واحدة يعني كلنا تشجعنا هنا في الإذاعة إن يعني الواحد يتمنى أن أسنانه تكون بهذا المنظر. عموما مستمعين الكرام رح نطلع فاصل بسيط ورح نرجع ناخذ مسجاتكم ومشاركاتكم الهاتفية لكن نذكركم أن اليوم موضوعنا عن علاج الخوف من عيادات الأسنان فإذا كنتم بتخافون من زيارة دكتور الأسنان إذا كانت عندكم مشكلة بأسنانكم وحابين تطرحونها على الدكتور إياد الجراح الحائز على إجازة الدكتور في طب وتجميل الأسنان والمدير الطبي لعيادات إبلة حابين تشاركوا معي عبر الاس ام اس مشتركين الاستيسيع 84 7700 ومشتركين موبايلي على 640660 وبالنسبة للمشتركين زين على 7462 وبالنسبة للتواصل المباشر المجاني معنا رح يكون على الرقم 02-61-61-100 وبالنسبة للهوتلاين 700-57-499 خليكم معنا على هواء ألف ألف أف أم موجتكم السعودية. فاصل بسيط ورد لكم مرة ثانية. طبابة ألف ألف العيادة المسموعة للتواصل على الرقم المجاني 02-616-11-00 الخط الساخن 700-57-499 لإرسال رسالة SMS STC 84-7700 موبايلي 640660 زين 746262 أذكركم بموضوع حلقتنا اليوم عن علاج الخوف من عيادات الأسنان فإذا كان عندكم فوبيا أو بتخافون من التوجه لعيادة الأسنان أو عندكم أيضا أي مشكلة بأسنانكم بتألمكم وحابين تشاركون معنا اليوم طبعا عبر الأرقام اللي سمعتوها رح يكون معكم الدكتور إياد الجراح الحائز على إجازة دكتور في طب وتجميل الأسنان والمدير الطبي لعيادات إبلة. رح نبدأ ناخذ دكتور إياد المشاركات معنا لليوم. معنا محمد من الرياض. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد. صباح النور تفضل. معليش أنا بس بدي أشارك في موضوع الخوف. يلا تفضل حبيبي. يزيد فضلك. أول شيء أنا لما كنت صغير وبأخلع الأسنان اللبنية صراحة عانيت منها معاناة كبيرة والسبب دكتور كان يضع البنج البخاخ فقط لا غير يعني وكنت أتألم في الكرسي وكنت يعني أزوره كذا مرة ويكرر نفس الحكاية. ومن ذلك اللحظة تقريبا نحن حوالي 15 سنة أحاول أن أدخل على عيادة أسنان لكن ما أكثر صراحة إني أنا خايف أن الموضوع يتكرر علي. ما استعملت معك أمك الخيط ولا التفاحة تقضمها عشان معلش ما أسمعك أقول لأمك ما استخدمت معك حكاية الخيط كانوا أيام زمان مثلا يربطون السن بخيط والله عدنا هذا حاولت معاه لكن ما ألو خسارة. طب إيش نقول له؟ أنا بنصحه دائما أنه يراجع عيادة الأسنان حتى يوصل لمرحلة يعني يروح يساوي كشف مو ضروري حتى يوصل للشخص اللي ممكن يريحه. طبيب الأسنان له دور كتير كبير بكسر حاجز الخوف. نعم. لما المريض بيدخل لعيادة الأسنان قد يرتاح للطبيب وقد لا يرتاح ف90% من نجاح العمل هو راحة المريض الراحة النفسية أكيد. فبالتالي دائما الإنسان عليه أنه يسعى بالبحث عن طبيب مريح له. صحيح. طب رح ناخذ معنا ايضا مشاركه جديده من يوسف من جيزان. يوسف الو السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ تفضل حبيبي. انا كنت ادخن يا دكتور وصار فيه اصفرار في اسناني شديد مره. تمام. وتركت التدخين. هل ايش هي الطريقه اللي ممكن اوخر هذا الاصفرار؟ إذا كان الإصفرار من خارج الأسنان ممكن بعملية تنظيف بسيطة نعالج الأسنان ونعيدها لوضع الطبيبي.
طبيعي. أما إذا كان الاصفرار داخل ضمن بنية الأسنان فأنت محتاج إلى عملية جلسة واحدة تجميلية بيمشي الحال إن شاء الله. حلو، من جلسة واحدة. نعم. طيب شكرا يا دكتور. يا هلا الله يحييك. طب رح أبدأ إذا أخذ المسجات معنا. يحيى، هذا حالة يعني جاي على موضوع حلقتنا اليوم دكتور إياد، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عندي فوبيا من زيارة دكتور الأسنان، ما أستقر في عيادة واحدة، المشكلة ليست ألم لكن قلق غير طبيعي، مجرد أخذ موعد عند الدكتور أدخل في دوامة غريبة، لا أعلم إيش هو السبب وشكرا يحيى. دائما مثل ما قلنا الفوبيا ناتجة عن شيء بالماضي، شيء متعلق بالماضي، ناتج عن خبرة سيئة، عن أخبار من الناس المحيطين حواليه، وضع سيء. هلا دائما في بعض الأشخاص اللي لا يمكن علاجهم بشكل نهائي من المرض ممكن يسووا عملية تخدير كامل وينعمل شغل لأسنانهم بجلسة واحدة. نعم. يعني بيدخلوا العيادة بينفحصوا، بيصير فحص كامل، فحص عادي مثل أي عيادة تانية بدون ما يقرب الدكتور نهائيا، وبيتحدد له موعد بغرفة العمليات بتنوم فيها بشكل كامل، وبنشغل بتنشغل أسنانه كلياتها بجلسة واحدة. نعم. طبعا هذا شيء ممكن للحالات المستعصية، للحالات المستعصية. نعم. هلا دائما أنا بنصح المريض بشكل عام يخفف من المنبهات اللي بتساعد على التوتر. لما بيروح عيادة الأسنان أنا دائما بنصحه أنه يأخذ أشياء مسكنة. أيوة. نعم. مركنة، مثل اليانسون، البابونج، الأعشاب اللي بتساعد على تهدئة الإنسان قبل الدخول للعيادة. حلو. طب هو بيقول بيغير العيادة دكتور، بيغير هو مثل ما قلنا، هو مثل ما قلنا يتم يغير حتى يوصل لمرحلة يرتاح فيها، لأنه مثل ما قلنا الحاجز النفسي هو أساس العلاج السليم. نعم. حتى يوصل للشخص اللي يعطيه الراحة النفسية. نعم. صباح الخير يا مرام، تقول أنا عندي فوبيا أيضا من زيارة الدكاترة، إن شاء الله سمعت الإجابة الشافية يا رب. طب رح ناخذ مشاركة جديدة أيضا معانا، رح ناخذ ياسر. ياسر حياك الله أخوي ياسر، تفضل. الله يعافيك. تفضل ياسر، انت على الهواء. بغيت استفسر بس. تفضل حبيبي. سؤالك بالنسبة للموضوع، أنا أمس كلمتك عن القرنية المخروطية. ألو. أي نعم، إحنا فضل. اليوم معنا دكتور الأسنان الدكتور ياسر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام تبارك. تفضل. معليش أنا بستفسر بس عن عملية جراحة تقدم الفك. نعم. جراحة تقدم الفك. نعم. جراحة تقدم الفك، تفضل. نعم. شو السؤال؟ مدة العلاج. والله هذا السؤال يحتاج إلى أخصائي في هذا الموضوع، لأنه كل حالة لها خصوصيتها، لا يمكن البت في الموضوع إلا من ضمن الاستشاري الخاص بالموضوع. نعم، إن شاء الله حلقات قادمة رح نجاوبك على سؤالك. شكرا لك أخوي. طب رح أرجع أيضا للمسجات معانا. ماجد بيقول دكتور أنا بعاني من رائحة الفم. رائحة الفم، رائحة الفم ناتجة عن ثلاث أشياء، إما فموية أو معوية أو رئوية. نعم. إن كانت فموية فهي ناتجة إما عن اللثة أو عن النسج المحيطة بالأسنان أو التسوسات السنية أو الالتهابات الفموية. فأي مشكلة موجودة بده يحاول يعالجها. أنا دائما بنصح التفاح يا جماعة، التفاح المضاد الحيوي الأقوى موجود في العالم. صحيح. تفاحة في اليوم تكفيك عن الطبيب ألف يوم. فدائما لما الإنسان بيأكل عملية تفاح بيساوي عملية تنظيف للأسنان، قتل للبكتيريا. بعض الأشخاص عندهم كمية الإلعاب ضعيفة، وبالتالي هذه بتزيد من نسبة الرائحة. دائما الرائحة بتزيد مع قلة الإلعاب، فبنصحهم كمان بتناول كميات كبيرة من المياه. تمام. كل يعني بده يشوف شو المشكلة اللي عنده حتى نقدر نحدد له إياها، وممكن لما يراجع عيادة الأسنان يكتشف المشكلة ونقدر نحدد له إياها. نعم، يمكن إحنا الماء نهائي ما بنشربه من فين لفين دكتور إياد للأسف. طب أذكركم مستمعينا الكرام إن موضوعنا اليوم عن علاج الخوف من عيادة الأسنان. اللي حابين يطرحون أي سؤال أو أي استفسار، بتخافون من زيارة عيادة الأسنان، عندكم أي مشكلة بأسنانكم وحابين تشاركوا معنا في هذه الساعة، معكم الدكتور إياد الجراح الحائز على إجازة الدكتور في طب تجميل الأسنان والمدير الطبي لعيادات إبلة، عبر الاسم اسم الشركية STC على 84 7700 ومشتركي موبايلي على 640660 وزين 7462622، وللتواصل المباشر المجاني معنا على الرقم 02616100، وبالنسبة للهوت لاين على 700574999. والله حسأل ابتسام، رح ناخذ مشاركة محمد معنا من جدة. محمد
أهلين. يا هلا بك يا محمد، حياك، تفضل حضرتك على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. يا هلا حبيبي. عندي بس استفسارين تقريبا، بس بالنسبة الأول عن الفك، لأنه فك علق، الفك العلوي على السفلي. تمام. يمكن أسبوعين. تمام. بعد كذا كنت أتساب يعني، بس تساب عادي وعلق فجأة، حسيت بألم وجلست يمكن يوم أو يومين ما أقدر أكل يعني بشكل طبيعي. وعندي ولد خالتي نفس الحكاية قبل أكثر من شهرين ثلاثة، وراح راجع دكتور وقال له لازم نسوي عملية، فأنا خايف إنه يكون نفس الوضع يعني. ومن أول مرة في حياتي يعني يجيني الوضع. تمام. هلا دائما أنت في شيء اسمه المفصل الفكي الصدغي أو TMG. هذا المفصل عبارة عن لقمة موجودة داخل العظم، محاطة بكمية من الغضاريف زي المفصل العادي. تمام. هذا المفصل نحن اعتمادنا الكلي عليه أثناء المضغ والطعام وأي شيء. تمام. عملية التثاؤب اللي أنت تثاؤبتها أدت لخروج هذا المفصل من موقعه الطبيعي وعدم عودته إلى موقعه الطبيعي. بهالحالة أنا بنصحك دائما أنه ترجع فكك بإيدك، يعني تحاول تضغط فكك حتى يرجع لوضعه الطبيعي بإيدك. إيش سببه؟ سببه دائما أو 90% من الحالات سببها ناتج عن الالتهابات المفاصل اللي نحن بنعاني فيها من منطقة الشرق الأوسط وخصوصا مع المكيفات. نعم. تمام. دائما لما بيصير معك هيك حالة، إذا عندك طقطقة بفكك أو عندك طقطقة بفكك أو بتحس بألم أثناء فتح وتسكير الفك، أحس أحيانا طقطقة بس بدون ألم، بس لما تسكر يعني لما علق فك السفلي علوي حسيت بألم وما قدرت ان اضغط عليها، قمت افتح واسكر شوي شوي كل يوم لحد ما رجع زي ما هو. تمام. هلا دائما العلاج تبع المفاصل طويل الامد، وبالتالي دائما نصيحه، حاول تدفي وجهك قبل النوم، تاخذ مضادات التهاب لفترات طويله، وعدم تناول ومضغ الاشياء القاسيه. نعم. وتعود عن الاسنان المفقوده اذا كان عندك فقد في اسنانك. نعم. ما تشكر اخوي محمد. راح ناخذ امجد من مكه المكرمه. امجد، ابو امجد. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو امجد، تفضل. حياكم. لو سمحت ابو سعد الدكتور. تفضل حبيبي. كيف حالك يا دكتور؟ الله يحييك. انا عندي الدرس احد الاضراس اللثه الداخليه مكشوفه كامل، يعني نزلت كامل لتحت، حتى الدرس باين كامل يعني. رحت لعند عارض اسنان وسويت تنظيف اسنان، فكلمته على اللثه قال اللثه ما بترجع. والى الان كل ما لو تنزل ويجي لي طبعا وجع احيانا في الدرس هذا، الحين ما بقدر اكل عليه ولا حاجه. هلا انا بفضل في هيك حاله انك تراجع اخصائي لثه. تمام. رقم اثنين، انه 90% من الحالات اللي بصير فيها انكشاف كبير للجذر، تمام، ننصح انه ينسحب عصب السن، وان شاء الله لها علاج. ان شاء الله. شكرا لك اخوي ابو امجد. رح ناخذ سعود. سعود معانا. من فين سعود؟ من الرياض. سعود، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا سعود. صباح الخير يا دكتور. الله يحييك حبيبي. الله يخليك. الله يبارك فيكم. انا وضعت تقويم اسنان وصار لي اسبوع الحين بعد ما شدوا تقريبا من الامام، اما اشرب المويه البارده احس بألم شديد، حساسيه يعني لما اشرب المويه كانه يجي زي الكهرباء في الاسنان الاماميه. نعم. ممكن من الشده وما ادري، فهل في شيء يعني؟ دائما هلا حاول تستخدم معجين مضاد للحساسيه. تمام. هذا السبب شيء طبيعي اللي صار معك، لانه انت عم تحرك الاسنان، وبالتالي تحريك الاسنان حيخلق فراغات بسيطه بين الاسنان للمناطق الحساسه، وبالتالي حتشعر بالالم اثناء تحريك الاسنان. نعم. شكرا لك اخوي سعود، قدامك العافيه. رح ناخذ عبد الاله من الدمام. عبد الاله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا عبد الاله، تفضل. يعطيك العافيه دكتوره. ويعافيك ان شاء الله يا دكتور رياض. معك دكتور رياض. اهلا وسهلا حبيبي. دكتور، عندي اشكاليه بسيطه كده في اسناني، بس اسناني صفراء وفيها حاجه اسود كده. ايوه الاسود في الاربع ابراس الاخيره والصفراء في السنان دي بره.
طيب حبيبي، هي عبارة عن غالبا عن تراكم بقايا فضلات للطعام أدت لتصبغها مع تناول بعض الأنواع من الأطعمة، ممكن عن طريق زيارة عيادة الأسنان تسوي عملية تنظيف. لو ما كانت يعني لو ما كانت خارجية كانت داخلية، لها حلول أخرى، لكل حالة لها حديثها الخاص. نعم، شكرا لك أخوي عبد الإله. مين معانا؟ غازي، غازي من جدة. غازي، ألو ألو غازي. طيب رح أرجع للمسجات، رح أخذ. بيقول أنا أصفرت أسناني بسبب كنت بمنطقة الماء فيها أبار، ومن كثر ما أنظف أسناني اللثة ضعفت. أعتقد الأصفرار من داخل الأسنان موجود، إيش الحل؟ الحل ممكن يساوي زيارة لنظام الجلسة الوحدة عن طريق تجميل الأسنان، نظام الجلسة الوحدة، وإن شاء الله بيمشي الحال. نعم. رح ناخذ أيضا مشاركة جديدة معانا، مشعل من حفر الباطن. مشعل ألو ألو. يا هلا بك يا مشعل، حياك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتكلم مع الدكتورة. تفضل حبيبي. دكتورة، عندي زوجتي عندها الأسنان اللي بجنب الثنايا، اللي هو الناب واللي بجنب الثنايا، تمام، لبنية الأسنان هذه، ماشي. فشالت من الأسنان هذه ولما تركب، يعني تركيب الأسنان، الأسنان دائمة مش موجودة؟ عملتوا صورة أشعة ما في، مش موجودة الأسنان دائمة؟ الأسنان يقول اللبنية. الأسنان اللبنية، أنا عارف أسنان اللبنية. بس أنت سويت صورة أشعة قبل ما تخلع الأسنان أو بعد ما خلعت الأسنان وشفت الأسنان الدائمة موجودة ولا مش موجودة؟ ممتاز، نعم سويت أشعة. أي الأسنان الدائمة موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. لا مش موجودة. مش موجودة يعني من الولادة، يعني مش موجودة، مو خالعتها هي. لا لا مين موجودة. تمام، إيش السؤال دحين؟ السؤال في حالة إنها موجودة يصير مثلا تركب عليها، أنا أتوقع. هلا أنا بخط وما أسمعكم زين دكتور، معليش. في حال إنه كانت موجودة ممكن عن طريق التقويم تنزيلها. اسمعنا من الراديو. عفوا دكتور، اسمعنا من الراديو أخوي عشان تسمع الإجابة صحيحة. سمعنا من الراديو، تفضل دكتور إياد. هلا إذا كانت الأسنان موجودة عن طريق التقويم الجراحي ممكن تتنزل الأسنان، تمام، وترجع لوضعها الطبيعي، وبالتالي ما بيحتاج إلى تعويض عنها. هلا في عدم وجود، في حالة عدم وجودها للأسنان، عندنا طريقين، إما الزراعة، تعويض بالزراعة، أو عن طريق وضع تركيبات ثابتة على الأسنان. حلو. تمام. وطبعا لما تجي المريضة لكل حالة خصوصيتها، دائما أنا بقول لكل حالة لها خصوصيتها، لا نستطيع أن نعمم. تمام. لما بتجي المريض على عيادة الأسنان ويتم فحصها، بناء عليه بنعطيكم الأوبشن الموجود فيها. نعم، رح ناخذ أيضا مشارك الحين معنا مصطفى من الرياض. مصطفى. إيه نعم أختي، يعطيكم العافية. ويعافيك إن شاء الله، تفضل خوي. لو سمحت ممكن أحكي مع الدكتور؟ تفضل حبيبي. الله يجزاك خير دكتور، في موضوع مهم كثير، يمكن أنا شايف إنه ما أخذ حقه الكافي بالبرنامج، اللي هو أنا بعاني منه، هو فوبيا بس مو من الأسنان أو وجع الأسنان، هو فوبيا من أخلاق بعض الدكاترة اللي بيفوت عندهم المريض. فأحياناً كتير بيفوت الإنسان، بيكون مريض بيفوت عند دكتور ما بيستوعب المريض، فتصبح مشكلة المريض هو الدكتور بحد ذاته. أكيد أكيد. وحصلت معي أكثر من مرة دكتور، أنا عانيت منها جداً جداً، وخاصة بالأسنان. أنا رجعت أكثر، طبعاً ما بدي أذكر أسماء، رجعت أكثر من 6-7 مراكز بالرياض لحد ما آخر شيء رسيت على طبيب أسنان، هو لا يملك الخبره الكافيه ولكن مرتاح عنده نفسيا، وعم عالج عنده، عم راجع لي اكثر من 6 شهور. هذا اللي احنا عم نحكي عنه، الراحه النفسيه هي 90% من العلاج. طيب نجاح العلاج. انا بحاجه للخبره كمان، انا بحاجه للخبره حتى كمان انا اخلص انهي المرض اللي عندي او اخلص المشاكل اللي عندي. تمام. يعني انا بحاجه للدكتور يملك الخبره وبنفس الوقت يملك الاخلاق. نعم. اللي تستوعبني انا كمريض، اذا ما استوعبني انا ما لي حاجه له. نعم لك حق. معك حق. نعم. طيب انا ما بدي اخذ وقتكم كثير، شكرا جزيلا. الله يطول عمرك. شكرا لك. طيب ناخذ ابو ماجد بعدين نرد على مصطفى. ابو ماجد من حائل، صباح الخير يا ابو ماجد. الو مرحبا. يا هلا بك، حياك الله، يعطيك العافيه على البرنامج. الله يعطيك العافيه يا رب على المشاركه. بغيت اتكلم مع الدكتور، الله يبارك فيك. تفضل حبيبي. دكتور اياد، بالنسبه للون البني اللي بالاسنان هذا، تمام، انت قلت الجلسه الواحده وكررتها اكثر من مره. هو عباره عن طبقه تنحط على الأسنان زي الظفر، تمام، تعمل عملية تغطية للون السن، تأخذ التجميل بدون ما تنحت وتخسر النسج السنية اللي موجود اللي خلقها ربي، تمام، وبتأخذ نتيجة إيجابية جدا رائعة خلال جلسة واحدة، خلال ساعة من الزمن. بس دكتور، في ناس سووا العملية هذه
للأسف يعني مدة وجيزة اختلف اللون، رجع للون الأول يعني. أخي الكريم أنا بدي أقول شغلة واحدة، دائما إتقان العمل هو أساس نجاح العمل. طبعا للأسف بعض العيادات غير متخصصة بهذه الأمور، وبالتالي بتعطي شيء سيء، نتيجة سيئة، وبالتالي المريض بياخذ نتيجه سيئه من هذا العمل. دائما اتقان العمل هو سر نجاح العمل. بيقول لك 90% بال10% الاخيره، 90% من نجاح العمل بالاتقان ال10% الاخيره. نعم بالضبط. نعم الله يبارك فيك. الله يخليك. مشكور يا ماجد. عموما مستمعينا الكرام، اذكركم ان موضوع حلقتنا لليوم عن علاج الخوف من عيادات الاسنان. اذا كنتم بتعانون بتخافون انكم تزورون دكتور اسنان، او عندكم مشكله باسنانكم، او احد من محيطكم، من طرفكم، من اهلكم، او من عيالكم وربعكم، وحابين تشاركوا معنا اليوم، حابين تطرحون اسئلتكم على الدكتور اياد الجراح الحائز على اجازه دكتور في طب وتجميل الاسنان والمدير الطبي لعياده ابلة، عبر الاس ام اس اللي حابين تشاركوا معي من مشتركي للإس تي سي على 84700، ومشتركي موبايلي على 640660، ومشتركي زين 746262. أيضا للتواصل المباشر المجاني معنا رح يكون على الرقم 02-61-61-100، وبالنسبة للهوت لاين على 700-5-749-9. فاصل بسيط ورح نرجع معكم ومع طبابة ألف، عيادتكم المسموعة، فأبقوا معنا. طبابة ألف، العيادة المسموعة. طبابة ألف، للتواصل على الرقم المجاني 02-616-1100، الخط الساخن 700-5749-9. لإرسال رسالة SMS STC 84770، موبايلي 640660، زين 746262. أذكركم أيضا أن موضوع حلقتنا اليوم عن علاج الخوف من عيادات الأسنان. إذا كنتم بتخافون أنكم تزورون أو أنكم تروحون حق دكتور أسنان، أو أطفالكم بيخافون، أو حتى حد من ربعكم بيخاف أنه يروح للدكتور أسنان، وإذا كنتم أيضا بتعانون من مشاكل بالأسنان، ما عليكم إلا أنكم تتشاركوا معنا عبر الأرقام اللي سمعتوها. رح يكون معكم الدكتور إياد الجراح الحائز على إجازة دكتور في طب وتجميل الأسنان، والمدير الطبي أيضا لعيادات إبلة. رح ناخذ مشاركة جديدة معنا، تركي. تركي من أبها، هلا بك ألف، حياك الله يا تركي. مساء الخير. مساء النور. كيف حالك دكتور؟ الله يحييك حبيبي. دكتور أنا مصلح تلبيس الأسنان الأمامية العليا. الإشكالية اللي عندي منطقة النابة دائما متحيجة اللثة اللي عندها، ويصير نزيف باستمرار. تمام، هذا غالبا ناتج عن انه علاقة التركيبة مع السن غير سليمة، غير صحيحة، عم يؤدي الى تجمع لبقايا فضلات الطعام، ادت الى التهاب اللثة، وبالتالي نصيحة انك تغير التلبيسة ترتاح من المشكلة. يغير التلبيسة يعني. يلا شكرا يا دكتور. نشوف شرخ التركي. رح ناخذ عبد الله من جدة. عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله اخوي عبد الله، تفضل. الله يحييش اختي. انا عندي بنت اخوي الصغيرة. تمام. طايح أسنانها الأمامية. تمام، كم عمرها؟ ظن 5-6 كذي. تمام. اي نعم، فخايفة كل قلت بروح أنا وياش الدكتور اللي تبغينه بايب ليش ما تطيب. فمرة عيزت معاها. اي نعم، فايش الطريقة اللي تبونا نستخدمها لها؟ أبي يجيبها بكشف عليها لأنها طايحة من فترة طويلة ما طلعت. تمام، انا بنصحك جوسمو تحاول تفوت على اليوتيوب، تمام، وتحضرها فيلم هيك صغير عن طب الاسنان للاطفال. حتاخذ يعني مثل فكره عن عياده الاسنان، وبعدين ممكن تروح معك انت تسوي كشف قدامها. تمام، وبعدين تهيئها نفسيا انه هي ممكن اذا حابه تسوي كشف. تمام، حتتشجع وتشجعها بالحلاوة والبالونات والهدايا، إن شاء الله حيمشي الحال. إن شاء الله. بس الله يغفر لك. ممكن أكلم أختي؟ تفضل عبد الله، بس وريها أفلام يعني حلو، مو أفلام تخرح زيادة. لا لا تحت أمرك. الله يسلمك. أبي أسألش، مرة أنت ذعتي على الإذاعة مال طب العيون، جراحة عيون. أي بالضبط. كانت معاكم مباشرة على الإذاعة. كانت معنا منو؟ عملية مباشرة. اي بالضبط، عملية الليزك. نعم. اي نعم، انا عندي واحدة من العيون فيها انحراف شوي. طيب. فما البس النظارة كسلام وايد يعني. طيب. ابي اسويها.
يعني تبي تتوجه لنفس العيادة؟ أبي أخذ فكرة، أبي يعني وين تدلوني؟ طيب أنا خليك على الكنترول، راح أخليهم يعطونك رقم يعني أحد الأطباء تتواصل معاهم. وعموما يعني أنت حتقدر تسمعها على اليوتيوب، الحلقة هذه موجودة. خليك معنا أخوي إن شاء الله، راح توصلك زميلتي ابتسام، راح تعطيك عفوا الرقم. راح ناخذ معنا مينو عبد الرحمن من جدة. عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الدكتور لو سمحت. تفضل حبيبي. أنا عندي حرمتي هي عندها تسوس في أسنانها. تمام. وفي نفس الوقت تخاف من الدكتور، أكثر من مرة راحت لدكتور وأذاها وبطلت. الحين أسنانها اللي وراء يعني الضرس مسوس محفظ. أبغى العيادة حقتك فين في جدة أوصل لها عشان يمكن ترتاح هي هناك أكثر. تمام. عيادتنا في برج طريق الملك. بطريق الملك. عيادات إبلة، اسمها عيادات إبلة بالدور الثامن. نعم، عيادات إبلة اللي في الدور الثامن. تمام. عن طريق الملك، برج طريق الملك. ممكن عن طريق النت تبحث عنها، عيادات، تكتب عيادات إبلة إن شاء الله بيطلع لك كل المعلومات. عموما بالعمارة المعروفة يعني في طريق الملك، برج طريق الملك. عفوا يعني عفوا مشهورة. الآن العمارة عرفتها. طيب ممكن تعطينا التلفون الثابت أو شيء أوصل عليه؟ 606-8812. 06-8812. نعم، شكرا لك. يعطيك العافية. شكرا لك أخي عبد الرحمن. رح ناخذ منيف معنا من رفحة. منيف، ألو. ألو. نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور رياض. دكتور محمد. دكتور رياض، أنا عندي المشكلة في الأسنان، عندي لما فرشي اللثة بدأت تنزل عندي. ورجعت أكثر من دكتور، رجعت دكتور مستشفى أهلي، رجعت مستشفى حكومي، ونفس الكلام يعني ما خليت أي فائدة. تمام. طيب الحين المرحلة اللي سنتين اللثة عندك نازفة؟ اللثة عندك نازفة ولا من غير نزف؟ لا لا لا، أول في البداية كانت تنزف، بعدين البداية. بعدين لا ما صار تنزف، بس المشكلة هنا اللثة ما زالت عم تتراجع. نزلت اللثة. ايه. أنا برجعها مثل أول يعني بطريقة معينة. غالباً 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 تراجع اللثة، تراجع اللثة غالباً لا 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 يمكن إعادته غالباً، ولكن في بعض الحالات ممكن إجراء عملية جراحية للثة ورفعها، وإجراء عملية تطعيم أو طعوم لثوية. تمام. ممكن تراجع أخصائي اللثة بهذا الموضوع، وهو أكيد حيفيدك، لأنه كل حالة لها خصوصيتها. نعم. هو المشكلة مو نازلة مرة بس يعني خذي ما كانت مثل قبل سنتين. المشكلة هلا في يعني مشكلة بسيطة، هي مشكلة بسيطة. بس صرت اتخوف من الفرشات يعني. انا ما فرشاة خفيفة. لا حبيبي، دائما دائما تفرش اسنانك من الاحمر الى الابيض، وبالتالي كانك عم تكنس اللثة لتحت، يعني كانك عم تخلي اللثة تطاول على الاسنان. تمام. عملية التفريش لازم تكون جنتل، بدون ما تأذي ولا تخرش اللثة ولا تجرحها. تمام. فرشاة الاسنان لازم تكون ناعمة. معجون الاسنان لازم يكون فريش. كل هذه الامور بتساعد على تنشيط اللثة. بمجرد تنشيط اللثة وإجراء الدورة الدموية فيها، فأنت بهذه الطريقة أنت عم تحافظ على اللثة. بس أما أنه تطول اللثة ما حتطول. نعم. زين دكتور، لكم مركز في الرياض؟ لا والله للأسف. إن شاء الله قريب. ما لكم، بس بجدة. أوكي، يعطيكم العافية. الله يعطيك العافية أخوي منير. راح أرجع المسجات. عبد الرحمن من المدينة المنورة يقول في حل لطقطقة الفك دكتور؟ أكيد في حل. الحل الأساسي عدم تناول المأكولات الصلبة والآسية، عدم فتح الفم يعني فتح مسافة كبيرة، يحاول يعني يكون فتح الفم صغير، تناول مضادات التهاب، وضع مراهم مساعدة على ترميم المفاصل. حلو. عدم التعرض للمكيف. والتعويض على الأسنان. غالبا تقطط الفك ناتجة إما عن التهاب مفصلي خارجي أو التهاب ناتج عن عدم التعويض عن الأسنان، يعني في أسنان ما بتكون سبب مثل العتلة وبالتالي بتأذي المفصل. نعم. وبالتالي إذا كان عنده أسنان مفقودة لازم يعوض عنها. نعم. أيضا عبد العزيز الشهري، صباح الخير أخي عبد العزيز. بيقول أنا سويت تقطيع أعصاب بجلسة واحدة، يقول لما رجعت البيت حسيت بنبضات قلبي زايدة، ويقول كنت حاسس إنه حيغمى علي، يعني يقول ذهبت للمستشفى بس قالوا إنه ما عندك شيء. هذا الطوبي أي ثروالي دكتور ولا؟ بعض الأحيان بنج ممكن ينزل كمية من البنج للدورة الدموية، فبيساعد هذا الموضوع، بيأثر على نبض القلب، بيسببه هبوط ودوخة. نعم. هذا شيء طبيعي، اختلاط طبيعي ممكن يواجهه أي طبيب أسنان موجود في العالم. نعم.
بعد 24 ساعة حيختفي الموضوع بشكل كامل، حيرجع لوضعه الطبيعي. نعم. أيضا زميلتي اتصلت تقول أنا عندي فوبيا من الدكاترة، إني بخاف أروح لهم، تقول عشان السكشن أو اللي بيشيلون من اللعاب أو الماي. أيوة. طبعا نعطيها الحل على الهواء. الحل سهل جدا جدا جدا. حاول تلهي نفسها بأشياء إيجابية، تسمع موسيقى، تسمع وتقتنع بالمقام الأول أنه شو اسمه الوضع حيكون مريح لإلها. نعم يلا بس سمحت الإجابة رح ناخذ فهد معانا من الرياض. فهد هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، حياك. معليش يا سيد الدكتور. تفضل حبيبي. طال عمرك دكتور، أنا عندي مشكلة في لون الأسنان. طبعا سويت له تنظيف أكثر من مرة. أوكي تطلع أوكي. بعد فترة طبعا أنا أفرش باستمرار، بعد فترة يرجع لونها الأصفر ثاني مرة، يعني تدريجيا لين تصير أصفر. قديش المدة يعني تقريبا؟ يعني 3 شهور 4 شهور. تمام. يعني أبدأ ألاحظ أنها صارت أصفر. أنها بدأت تتغير لونها. وعندي مشكلة ثانية اللي هي اللثة. اللثة طبعا عندي لونها أسود. راجعت عند كذا عيادة يقول لي لونها ما يتغير يعني معك، يعني هذا اللون من زمان يعني معي من الصغر. طيب هلا لون اللثة هو مثل لون البشرة. طبعا في إجراءات حديثة حاليا ممكن نعتمد عليها نفتح لك لون البشرة، ولكن غالبا حترجع لوضعها الطبيعي اللي هي مثل لون بشرتك. يعني هلا في ناس عندهم بشرة بيضاء، ناس عندهم بشرة صفراء، ناس عندهم بشرة سمراء، هذه لأنه خلقت رب العالمين. صحيح. بس ممكن نسوي لك تفتيح بسيط، ممكن تجلس معك لمدة سنة بس حترجع لوضعها الطبيعي، لأنه هذه اللثة خلقت رب العالمين. أما من ناحية الصفار الإصفرار الأسنان فهو ناتج عن بقايا فضلات الطعام اللي انت عم تتناولها وطبيعة الطعام اللي انت عم تتناولها. حاول انك تكتر من كمية المياه، حاول انك تكتر من طبيعة الاكل اللي فيها كمية كبيرة من الالياف اللي بتساعد على تنظيف الاسنان بشكل غريزي. تمام. والابتعاد عن المشروبات المصبغة من الغازيات للشاي للقهوة، كل هذه اشياء بتساعد على تصبغ الاسنان. زائد تخلي معجون الاسنان بفمك فترة طويلة مدة 3 دقائق، خصوصا ما فترة ما قبل النوم. اهم تفريش في اليوم هو تفريش ما قبل النوم. نعم هذه معلومة حلوة اعطتني هذه. نخلي معجون الاسنان 3 دقائق بعد ما نفرش اسنانك. يلا تسويها يا فهد، 3 دقائق خلي معجون الاسنان بفمك. عموما المستمعين الكرام اذكركم بارقام التواصل اللي حابين تشاركوا معنا من مشتركين الاس تي سي على 84 77 00، وبالنسبة للموبايلي 640 660، ومشتركي زين على 74 6262، والتواصل المباشر المجاني معانا على 02 61 61 100، وبالنسبة للهوت لاين على 7005 7499. رح يكون معكم الدكتور محمد إياد الجراح الحائز على إجازة الدكتور في طب وتجميل الأسنان والمدير الطبي لعيادات إبلة. رح ناخذ أيضا مشاركة جديدة معانا. ألو أبو أحمد. أبو أحمد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا أبو أحمد، تفضل. كيف حالك يا دكتور؟ كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله نشكر الله. حاب أسأل، في زوجتي حصل لها كسر في السن الأمامية قبل فترة. ورحنا عند طبيب الأسنان قال ممكن تجبر لأنه عظم، لأن الكسر ما صار من الجذور من فوق. فثبتوها، قاموا بعملية تثبيت بين السنين الأماميات. وثبتت، فحنا حتى الآن ما رجعنا الدكتور، خايفين راجع ويقول يشيلها لأنه هي ما خايف أنها تشيلها وتروح عليها السن. فهل في، هل هو صحيح أنه تثبت السن وتجبر أو لا؟ أي ممكن يصير في بعض الحالات أنه تجبر السن، بس غالبا حتحتاج إلى علاج عصب للسن حتى ما يصير في التهابات ولا اختلاطات تانية. تمام. أنا بنصحك أنك تراجع طبيب الأسنان اللي بدالك في الموضوع، وإن شاء الله حيفيدك. يعني ما تخاف، بس إذا قال له أنه دخلنا بمرحلة القلع، يعني وش اسمه استخير الله. هي مشكلة القلع، هي ما تبغى تقلع لأنه القلع هي أمامية فتروح تغير. يعني أكيد حاول تأخذ أكثر من رأي طبيب. نعم. بهذه الحالة. نعم. تتذكر الله. دكتور شكرا لك أخوي، مشكور على المداخلة. تتذكر دكتور لما قلت إن لما ينكسر السن نحتفظ فيه تحت اللسان؟ صح. طبعا ممكن رطب. ممكن إذا انخلع السن بشكل كامل بعد، إذا انخلع السن بشكل كامل ممكن الحفاظ عليه، أفضل مكان للحفاظ عليه هو في تحت اللسان. حلو. تحت اللسان، والوصول لأقرب عيادة بهالطريقة ممكن الواحد يرجع إذا كان المريض عنده خبرة ميدانية بحيث إنه ممكن يرجع السن لوضعه الطبيعي. ما في مشكلة. في بعض
الحالات بيقع السن في الأرض، إذا وقع السن في الأرض ما يحتاج إلا إلى كاسة حليب وحطه فيها، لأنه في ناس بتقرف إنه ترجع ترجعه لتمه ويحطه بكاسة حليب ويأخذه لدكتور الأسنان. حلو، يعني المعلومة صراحة ذي أنا دائما في بالي، يعني نحن إنكم الشخص ممكن يرمي السن، لا ما ترمون احتفظوا فيه خلال نص ساعة. 90% من حالات اللي خلال نص ساعة بيوصل لعيادة الأسنان بتكون عملية ناجحة. حلو. طيب قبل ما نختم معنا عبد العزيز الشهري بيقول أنا قطعت أعصاب وباقي بيوجع، يقول لسه وسويت أشعة كلها مقطعة والألم لسه موجود. بيقول الحين بستخدم حبوب روفيناك علشان بيهدى الألم. تمام. هو عم يستخدم مضاد التهاب. إذا كان عملية تقطيع الأعصاب حديثة غالبا بيصير بعد عملية تقطيع الأعصاب التهاب رباطي. الالتهاب الرباطي هو عبارة عن التهاب ناتج عن الرد من سحب العصب. بيصير الواحد على ضغطة بسيطة للأسنان بحس بالألم، حتحتاج من 3 إلى 4 أيام حتى يختفي الألم بشكل كامل. ما عليه غير أنه يحاول يأخذ مسكنات الألم ويستنى شوي إن شاء الله ويأخذ النتيجة. في حال عدم اختفاء الألم يراجع طبيبه، لأنه هناك بيكون في مشكلة تانية. نعم. عموما للأسف الوقت دهمنا جدا، شكرا تواجدك معنا اليوم دكتور إياد ومحمد إياد، وإن شاء الله لحد القادم إن شاء الله نحاول أن نأخذ أكبر كمية أيضا من مداخلاتكم الهاتفية ومشاركاتكم. الله يخليك يا رب. الله يخليك. شكرا جزيلا. يا هلا بك. عموما سمعنا الكلام كما موضوع حلقتنا لليوم عن علاج الخوف من عيادة الأسنان، وكان معايا الدكتور محمد إياد الجراح الحائز على إجازة الدكتور في طب تجميل الأسنان والمدير الطبي لعيادات إبلة. أشكر كل اللي تواصلوا معي اليوم بالساعة هي ساعة في هذه الساعة من طبابة ألف عبر SMS وعبر مداخلاتكم الهاتفية. أيضا أشكر من خلف الكنترول زميلتي ابتسام عزام، رح إن شاء الله يجدد تواصلي معكم بمشيئة الله تعالى غدا في تمام الساعة 8 صباحا. دمتم بألف صحة وألف عافية.